عليك اخويا دي الزوال ولا اخويا ولا امي خالص. طب اسمع اخر حتة عند امك مش هتقع عند تاني. خلاص كده هتشتغل فين؟ عند امك الله الله يهنيك. الله ما اشتغل عندك في هناك والله زي اللحظة. طب معاك كتير انا لو جيت على الناس كلها انت معايا كده احسن لي. تتمرق عليا احسن مش عارف. بس خلي بالك ما عدتش حد جاي يا ابن الفنايك. الله يخليك صح انت فعلا صعب يا ابن الفجر. عايزين امك معرفه صعب يا اسطى. خلاص يا تعيد رجل يا اسطى بيعاكس خطيبته كل شويه رنجله عليه واعرف مين ابن المتنافس. يا اسطى انت بلاش على نفسك ماشي يا صاحبي. هاتولنا اخوك فضل بس استنى احلى مسا على السخاف حبنا ما فيش خبا ولا ولا دكش. انا ايه والله بضعف والله على اجيب لك بنزين والله بس طب والحته اللي ورا دي تعبانه ولا دي مظبوطه انا مالي بقى اللي بيخبط على الفجر اللي بيخبط على المكتب فرحان ولا سعد ايه ده كان من رقم كان على خط اتصل تاني ايه مين كده تيجي يا حبيبي بوفيتك؟ طب ما تكلموا انت احسن ماشي. في واحد دفع عندنا ولا ايه؟ جاي واحد جاي صح؟ ورجع جمع من عندنا قصبه. استنى كده يا جدعان لحظة. ايوه بقول لك انا رايح مشوار قعد عليكم ورد يا جدعان في حد لسه داخل وحاط امكم. قصبه قصبه الو شكله واحد هذا ورينا الرقم كده اخر 51 0 12 2 ورينا الرقم اشوفه شكله اخر 51 عايز اشوفه شكله اهو شايفه فتح عينك مش شايفه انا فتح عينك هتشوف اثبت يا عم ده كنت رايح الفجر يا اسطى ورونا يكون حد تبعنا الله يا اسطى انت مش مقدر ليه؟ السلام عليكم والله سبعة منها حطمك وانا مرة انت لو قاعد عند شداد مش يا اخي يا اسطى شاطر السلام عليكم ورينا يا اسطى البتاع عايز ايه يا اسطى ورينا البتاع